السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معانا النهاردة مع المحاضرة رقم 16 من كورس CCNA Routing and Switching بعنوان First Connection to a Cisco Device. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول محاضرة أو أول Objective أول محاضرة لا دي أول Objective. What are types of Cisco Devices Connections؟ أنواع ال Connections لأي جهاز Cisco. Your initial steps for a console connection, الخطوات الرئيسية لإن أنت توصل بالكونسول. Your initial steps for a VTY connection, طبعا احنا هنقول بقى ال VTY دي مفترض تكون اختصار لإيه, وال challenging test. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أول مرة منزلت أتدرب, بغض النظر بقى عن المكان اللي انا نزلت اتدربت فيه, كانت مشكله بالنسبه لي. انا شفت جهاز سيسكو كده, كان الشركه جايباه محطوط في العلبه بتاعته. اوكي, باشمهندس احمد, كل اللي عليك ان انت تطلع الجهاز ده. تمام, هو كان سويتش. اوكي, كان سويتش تقريبا 35 35 60. تمام, نقول عليك ان انت تطلع السويتش ده. كانوا جايبين السويتش ده جديد, كل عليك تطلع السويتش ده, وعايزين نعمل شويه بيزك كونفيجريشن عليه, ونشغل تلنت, ونشغل ونعمل عليه مانجمنت اي بي اس في اي. اوكي, طيب بقيت السويتش بالعلبه. طيب المفترض اعمل ايه بقى؟ انا كان معايا اللابتوب بتاعي, انا بس انا مش عارف يعني. انا هطلع, انا اوكي كنت مذاكر سي سي ان اي كويس, انا عارف الكونكشن المفروض يكون ازاي, الكونسل, الفي تي واي, الكلام ده كله. بس رهبان الموقف يعني, هطلع السويتش. طلعت السويتش من العلبه ورحت جري على طول, جبت كابل الكونسل, جبت كونفرتر من الكونسل يو اس بي, وصلت باللاب بتاعي. ايه ده, السويتش اشتغل معايا, السي ان اي اهي, ده ادي السطور بتظهر معايا اهو. اوكي تمام, هبدأ بقى اعمل ايه ده, ادي اليوزر اكزاكت مود, البريفليج مود, الكونفج مود اللي احنا كنا عمالين نشوفها في الايميليتورز. الواحد زهق جدا 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 من النسسري, شفت حاجه حقيقيه قصادي. اوكي, كده كده احنا هنتكلم النهارده باذن الله تعالى. اول ما تحط في الموقف اللي احمد رأفت كان فيه, ما تخافش, اعرف انت هتعمل ايه. فهنقسم بقى الايه الخطوات او انواع الكونكشنز. الاول انا دلوقتي الهدف بتاعي ان انا اكونكت, اعمل كونكت على الديفايس, مثلا سويتش, عايز اعمل كونكت عليه بحيث ان انا اقدر عليه اعمل كونفيجريشن. طب ده كلام جميل جدا. يعني انا مش اقصد ان انا اقول لك ان انا عايز اوصل مثلا سويتش بي سي, السويتش والسويتش ده اوصله براوتر, والراوتر ده يطلع الاي اس بي, فيصبح الجهاز ده افيلابل لي ان هو يطلع لي الانترنت. لا 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 لا, انا اقصد ان انت ازاي تعمل كونكشن على الجهاز عشان تقدر تعمل عليه كونفيجريشن. اول حاجه كونسول كونكشن, ده اول كونكشن, اول جهاز يعني, اول ما تجيب الجهاز طالع كده اوت اوف ذا بوكس, اول حاجه تعملها ان انت توصله كونسول وتبدا تشتغل بيه, تخش على السي ال اي بتاعته بالكونسول. طيب تلنت اس اس اتش, ده ريموت كونكشن. انا يعني تلنت اس اس اتش ده ممكن تستبدله كده بعنوان ريموت كونكشن. الاوكسيلري كونكشن ده هيستريك تايب كده, ما بقاش فيه كونكشن دلوقتي اوكسيلري خالص على الراوتر او سويتش سيسكو. ده حاجه كده كانت بتاعت زمان, من ايام الزمن الجميل. طيب هنبدا نتكلم الاول في الكونسول كونكشن. الكونسول كونكشن, انت دلوقتي اول ما تيجي تطلع جهاز, يعني تعالوا نتكلم دلوقتي الافيلابل, الافيلابل تايبس ان انت تكونكت بيها على اي سيسكو سويتش او اي سيسكو راوتر, هو اما كونسول او التلنت اس اس اتش. تمام, طيب يعني اما ريموت او كونسول. طيب الكونسول ده بمنتهى البساطه, ده انت كانك كده ايه, جبت سلك كده كيبل دايركت من الراوتر, وصلته باللابتوب مثلا بتاعك. اوكي, تبدا تعمل الكونفيجريشن عليه. بس خلي بالك انت هنا في الكونسول انت موصل كيبل دايركت على طول. تمام, طيب بالمناسبه احنا قلنا في المحاضره تقريبا الثالثه كيبلينج, احنا او الثانيه احنا بنحط الاجهزه دي في الاي تي روم. ما انت دلوقتي حطيت عندك في الاي تي روم دي بمكان مخصص كده في المبنى, تحط فيها الراكس بتاعتك, تحط فيها البي سي او السويتشز بتاعتك, السيرفر راكس بتاعتك. حصل عطل هنا في الراوتر, فانت اكيد انت قاعد في المكتب بتاعك, مش هتنزل من المكتب مثلا في الدور العاشر تنزل للراك اللي في الدور الخامس مثلا اوب عشان انت تشد كابل كونسول. الكونسول ده فقط في اول ما تعمل بيزك كونفيجريشن على الراوتر, اول ما تطلع الراوتر. تمام,
تعمل عليه بيزك كونفيجريشن بحيث ان انت تنيبل عليه ان انت تكونكت عليه تلنت، لان التلنت او الاس اس اتش انا محتاج 3 حاجات، محتاج اي بي، محتاج يوزر نيم، محتاج باسورد. تمام كده؟ فانا محتاج 3 حاجات عشان اكونكت ريموتلي. الريموتلي يعني انت مثلا الراوتر ده مثلا ممكن تكونكت عليه ثرو الانترنت، يعني انت مثلا بي راوتر هنا والراوتر ده رايح على سويتش، وانت عندك هنا بي سي، فكل اللي عليك ان انت فقط على تقعد على البي سي ده وتكتب ده مثلا انترنت او الاي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر، تكتب على البي سي الاي بي بتاع الراوتر، تكتب مثلا امر كده تيلنت تيلنت الاي بي بتاع الراوتر مثلا 10.0.0.1. اوكي، او طبعا انت هنا بتكتب برايفت، ممكن تكتب بقى الاي بي بابليك بتاع الراوتر مثلا اللي هو مثلا 141.1.1.1 مثلا. تمام، تقوم انت فاتح على طول ريموت كونكشن على الراوتر، يطلب منك يوزر نيم وباسورد، فانت احتجت الاي بي عشان تخش على السي ال اي الكوماند لاين انترفيس بتاع الراوتر، السي ال اي طلب منك يوزر نيم وباسورد. طيب ده كلام جميل. طيب ال اس اس اتش، الاس اس اتش نفس القصه مع التلنت، شرحنا الفرق ما بين، بالمناسبه ما بين الاس اس اتش والتلنت، ده ان انكريبتد، ده ان انكريبتد، هنا انكريبتد. فطبعا انت اول ما بتطلع الكونسول ده على طول اساسي ليك، اول ما بتطلع جهاز من العلبه كده ما بي ما يعني ما بيبقاش عليه بقى الكتالوج بتاعه يقول لك ايه connected to 192.168.1.12 telnet for the router، او اساسكم ما فيهاش الكلام ده، انت بتطلع الراوتر بلانك فاضي ابيض، مفيش بقى الجايدنس اللي انت بتلاقيه مثلا في الراوترات دي لينك والقصه دي، لا انت او مثلا دي اي جي اي اكسس اكسس سيرفرز، لا 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 مفيش الكلام ده، انت تكونكت على الكونسول على الراوتر مباشره، ده ات فيرست كونكشن ات فيرست كونفيجريشن فيز، يعني اول مرحله في الكونفيجريشن بتشغل الايه الريموت كونكشنز. فانت طبعا بالمناسبه انت هنا عملت ريموت كونكشن اوت اوف ذا لان ثرو الانترنت، لكن انت ممكن تعملها من اللان، يعني انت ممكن انت قاعد في المكتب بتاعك فالجهاز بتاعك مثلا وصل بسويتش وسويتش وصل بالراوتر، فانت ممكن ثرو البي سي بتاعك الموجود مثلا بالدور العاشر 10th floor انت تكونكت ريموتلي على الايه الراوتر. بس الفكره ان اني واي انا مش هكون يعني مش هتبقى مجبر ان انت تروح لمكان الاي تي روم وايه وتركب كابل الكونسول بتاعك عشان تكونكت على الايه على الراوتر. طب الاوكسيلري ايه بقى القصه بتاعته؟ بمنتهى البساطه الاوكسيلري بقى ايه، ده ليه قصه كده بتاعت زمان بقى، يقول لك ايه عندك مثلا بي سي، نعمل كده سيمبل نتورك، بي سي واصل بسويتش، السويتش ده واصل براوتر، الراوتر ده واصل بمودم، المودم ده واصل على البي اس تي ان، مش الانترنت بقى، البي اس تي ان اللي البابليك سويتشنج تليفوني نتورك، تقريبا الاختصار ده بابليك سويتشنج تليفوني نتورك، ايوه يا دبليو اس سنترال كده. تمام، وانت عندك مثلا طبعا الراوتر هنا بياخد خط، يعني انت عايز تكونكت الراوتر هنا مثلا المودم ده واخد خط تليفون مثلا رقم تليفون مثلا ايه 3 5، بتكونفيجر الراوتر ان اول ما اطلب على المودم 3 5، تكونفيجر المودم اول ما اطلب 3 5 يقوم ايه مفرود على طول الكونكشن ده للراوتر اوكسيلري. وانت طبعا هنا من البي سي ان برضه واصل هنا على المودم، المودم ده مثلا واصل على الراوتر عندك في السايت بتاعك، والراوتر الراوتر ده مثلا واصل على البي سي مثلا بتاعك، تقوم انت فاتح البي سي كده تفتح برنامج دايل اب كونكشن، ادخل فيه الدايل اب كونكشن مثلا ايه 555. تمام، تقوم انت عامل اوب بريس الكونكت، تمام دوس بريس هوب على الكونكت، يقوم مدخلك على ايه على الراوتر ده. طبعا ده الكونكشن الاوكسيلري، بس ده ايه it wasn't the best، يعني ده كان في الماضي بقى، دلوقتي مبقاش ايه مبقاش موجود يعني. تمام، فانت دلوقتي يا اما كونسول او يا اما تيلنت او اس اس اتش. طيب خش بقى في الايه في القصه بتاعتنا، يور انيشال ستيبس فور كونسول كونكشن، اول حاجه بلج ده ار جي 45 into RJ45 into your console port on your Cisco router. بالمناسبة شكل كابل الكونسول عامل ازاي يا شباب؟ ادي ده شكل كابل الكونسول، ده بورت ده ايه سوكت RJ45، وده سوكت دي بي سوكت سيريال بيتوصل على الدي بي 9 بورت، يعني انت الكابل ده انت بتوصله على بورت الكونسول جوه الراوتر. انت بتلاقي في الراوتر عندك في بورت اسمه بورت كونسول، تمام كده؟ عذرا. طيب الكابل ده بتوصله بيه الايه البي سي بتاعك، لكن اغلب البي سيز طبعا ما بيكونش فيها البورت السيريال ده،
يعني اغلب البي سيز ما بتكونش فيها بورتس السيريال، تمام؟ فانت الحل بالنسبه لك بيكون ايه بقى؟ الحل بالنسبه لك انت تجيب كونفرتر. كونفرتر ده خلي بالك ان السيريال، السيريال كيبل ده، يعني السيريال نود دي في ميل، ان ده يعني في ذكر وانتايه، دي انتايه، تمام؟ انت بتجيب الايه الكونفرتر ده بيبقى ايه في ميل، بتعشى الميل في الفيميل، ويبقى البورت ده بيبقى ايه يو اس بي، فتوصل يو اس بي عندك بالايه بقى باللابتوب بتاعك، والدنيا بتاعتك بيس اوف مايند. يعني خلي بالكوا ان اغلب يعني انا اللاب بتاعي اساسا ما فيهوش البورت ده، البورت ده مش موجود عندي على اللاب، فانا دايما ماشي بكيبل الكونسول بتاعي بالكونفرتر بتاعه. طبعا في بقى ايه كونفرتر من يو اس بي، يعني الطرف بتاعك يوصل باللابتوب عندك يو اس بي، والطرف التاني اللي هو الميني ميني يو اس بي بيوصل في الراوتر. الميني يو اس بي يعني عامل اللي هو كابل زي عامل زي كابل السامسونج، بس كابل السامسونج الشاحن بتاع السامسونج رفيع، لا اللي هو التخين اللي هو عامل عامل كده شوية كده زي في بنز في هنا، تمام؟ ده الايه ايوه هو ده، يعني هو شكله كده جوه الراوتر، بتعشق في الكيبل بتاعك، الطرف الميني يو اس بي بتاعك والطرف التاني يو اس بي عادي زي ده، بتوصله باللابتوب بتاعك ايا كان ايا كان. ف ويذر انت عندك سيريال او عندك يو اس بي، فانت عندك الحلول موجوده. فانت الانيشال ستيبس بقى ان انت بتوصل ار جي في الكونسول بورت على سيسكو راوتر، بلاج الدي بي 9 serial into your PC, whether you can get a serial to USB converter if you have any serial port on your PC. ممكن تجيب الكونفرتر بقى لو انت ما عندكش serial port على PC بتاعك. Open your terminal program like PuTTY او TeraTerm او HyperTerm, Secure CRT, Manycom. كل دي برامج بتدخلك على الايه؟ بتدخلك على ال configuration page بتاعت الراوتر او command line interface. طيب يعني انا مثلا بالمناسبه يعني انا شخصيا بستعمل البيوتي او السكيور سي ار تي، بس خلي بالكم كل البرامج دي فري، يعني ده فري، ميني كوم ده فري، هايبر تيرم فري، تيرا تيرم فري، بيوتي فري، لكن السكيور سي ار تي ده تقريبا 99 دولار تقريبا، يعني هو ثمنه ب 99 دولار، بس يعني السكيور سي ار تي فور ليزي بيبل، يعني الناس الكسلانه، يعني في هو في فيتشرز كتير جدا يعني بتساعد اي واحد كسلان ان هو ايه بدل ما يكتب كونفيجريشن ممكن يسجل لك سكريبتس، يسجل لك سكريبتات انت بتكتبها يسجلها لك في فايل تكست ما تحتاجش بقى تكتبها مره تانية. القصه دي كلها في مميزات كتير صراحه سكيور سي ار تي، ولكن للناس الكسلانه. انا شخصيا على فكره بستعمل سكيور سي ار تي لانه مريح في حته التابس، يعني انا ممكن افتح ايه يفتح لي مثلا الصفحه مثلا فاتح 15 يعني 10 راوترات، فانت 10 راوترات بالبيوتي هتضطر تفتح 15 تيرمينال، لا هو بيلم لك كله تحت تيرمينال واحد وبيخلق لك تابس هنا، ده مثلا R1 ده مثلا R2، تمام؟ القصة هنا بقى ان انت اول ما تفتح البيوتي، يعني مثلا ده برنامج البيوتي هنا، انت مثلا هتقول انا عايز اكونكت سيريال، تمام؟ انت دلوقتي وصلت كابل كونسول الار جي 45 نود للراوتر، فبتفتح بقى الايه البيوتي الكم اللاين. لازم انت كل اللي عليك بالمناسبه يعني ايه يعني على طول لو انت عايز بقى تشتغل بسرعه كده، كل اللي عليك ان انت تحدد السيريال لاين كم كام، يعني انت كل اللي بتحدده انت كم كام، سواء انت حتى موصل على بيس سيريال بورت او موصل على يو اس بي بورت باللابتوب بتاعك او البي سي بتاعك، فانت هنا كل اللي عليك انت تعرف الرقم الصحيح المكتوب هنا. طب انت الرقم ده بتعرفه منين؟ بمنتهى البساطه كده انت بتروح للبي سي او الماي كمبيوتر او ديس بي سي، تمام؟ بكليك يمين هات مانج اند يس اها، وبتحدد بتنزل بالديفايس مانجرز تقريبا انا بصوا المهم انت هيظهر لك هنا حاجه اسمها يعني كام اند ال بي تي، يعني حاجه من دول اسمها كام ان ال بي تي، تعمل لها كده ايه تفكها كده تعمل لها اكستند يظهر لك من تحت مثلا كام 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 13 كام 12 كام 1 كام 2 كام 3، تمام؟ فانت بتعرف رقم الكام بتاعتك من يعني بتتكتب من تحت كده تقريبا سيريال من فوق كده سيريال كام ان ال بي تي. طبعا ده مش هيظهر هو مش ظاهر عندي اللي انا اوريدي مش موصل براوتر على اليو اس بي كونسول كونفرتر، اما توصل على سيريال يو اس بي كونسول كونفرتر بيظهر لك بقى الايه الكم اند ال بي تي، بتعرف من خلالها الرقم اللي بيظهر هنا،
طبعا السبيد هنا، السبيد دي بتفرق بقى في سرعة ظهور السطور قصادك في الراوتر، في الراوتر قصادك. بالمناسبة بس في ملحوظة كده أحب أقولها، إن يعني السرعة هنا 9600، أنت ممكن ترفعها مثلا ل 11000، 5200، أيا كان. بس السرعة دي مثلا على الكونسول بطيئة شوية، يعني هي نورمال. في ناس يعني إيه، في ناس مش بتهتم من إن هي تغير السرعة. أنا نفسي مش بهتم إن أنا أرفع حتى السرعة لو أنا كونكتد على كونسول. يعني خلي بالكم لو أنا دخلت اس اس اتش أو تلنت بالسرعة دي، بنفس السرعة دي السرعة بتكون حلوة، يعني سرعة ظهور البيانات بتكون حلوه. اما لو تلنت او اس اس اتش، انا اسف، لو تلنت او اس اس اتش السرعه بتكون حلوه، اما لو كونسول بتكون بطيئه شويه. لكن يعني انا ما بهتمش ان انا اغير السبيد، لان في اوقات كتير انا بغير السبيد فيها ما مش بتشتغل كويس وبتعمل دامج في البوت بروسس، يعني عمليه التبويت بتاع الراوتر. فبهتم مش بهتمش ان انا اغير القيمه دي، يعني بستحمل بقى لحد ما ايه تشتغل الكونسول بتاعي واظبط البيزك كونفيجريشن واشغل واعمل انيبل للريموت سيشنز، وبعدين اشغل على طول. تمام، فدي القصه بتاعت البيوتي. طيب احنا كده عملنا الانيشال ستيبس. طبعا ده بقى ايه، احنا شفنا بقى التوصيله هنا من الكونسول، من ال من البي سي هنا للكونسول بورت على الراوتر. ده كونسول بورت، ده كونسول بورت، ده كونسول بورت بالكونفرتر بتاعه، ده الكونفرتر. اها طيب، هنا بقى ايه، دي الكونفيجريشن او الاعدادات اللي انت بتعملها على البيوتي، السبيد، السيريال لاين. اوكي طيب، الفي تو واي، في تي واي كونكشن، يعني في تي واي كونكشن على سيسكو. يعني انت مثلا تيجي تدخل كده لاين في تي واي مزول 4، يعني انا الفي تي واي الاول دي تعني بالنسبه لسيسكو حاجتين، التلنت، التلنت والاس اس اتش، التلنت والايه والاس اس اتش. ده اشمعنى في تي واي؟ في تي واي ده هي الفي تي واي دي بالمناسبه يعني ملهاش اختصار يعني جذري، هي جايه من virtual، جايه من يعني هي المفروض طرد جايه من كلمه virtual تيلي، تيلي تايب، virtual تيلي تايب. ده اختصار، او الكلمه تيلي تايب دي اسمها في اليونكس تي تي واي، يعني في تي واي جايه من تي تي واي اللي هي في اليونكس او في نظام اللينكس. تمام، انت بتيجي تفتح سيشن تكتب تي تي واي رقم السيشن. تمام، التي تي واي، التي تي واي اختصار هنا تيلي تايب. اما الفي تي واي فيرتشوال تيلي تايب. بالتالي انا لو عايز افتح تيلنت او سيشن على الراوتر فريموتلي، يا اما تيلنت اس اس اتش، فانت عشان تحدد مثلا تعمل شويه كونفيجريشن لتيلنت او اس اس اتش، انت بتخش في الامر بتاع اللاين في تي واي 0 ل 4، وتحدد بقى ايه مثلا باسورد. هنا حدد هنا باسورد سيسكو، ولوجن، لوجن اطلبها اول ما يخش، اول ما يخش اطلب منه باسورد، ده بيندرج تحت السيشن والتيلنت، الاس اس اتش والتيلنت. تمام، طبعا هنا في الفي تي واي كونكشن يو جاست نيد تو سيت ان اي بي، ان انت تحدد اي بي، لوجن اوثنتيكيشن تو ذا ديفايس، تحدد اليوزر نيم والباسورد. طبعا الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله هناخده في الكونفيجريشن على مدار الكورس، التشالنجينج تيست. هنا بقى بيقول to connect remotely to your switch all you have set login authentication and in key encryption. بيقول لك choose 3 to connect remotely to your switch all you have set login authentication and key encryption. key encryption دي بتتعمل في ال SSH، مفتاح التشفير، لان انا اما اشفر يعني انا دلوقتي يعني دي حاجة ان شاء الله هناخدها برضو في ال SSH، بس انا ممكن ادي عنها نبذة كده. ان انا دلوقتي عندي بي سي هيبعت هيخش مثلا، ممكن اهو هيخش مثلا على راوتر SSH، فال اهو SSH. تمام، انا بتكلم دلوقتي ريموتلي، هيخش على الراوتر ريموتلي اس اس اتش، فالداتا بيتم التشفير، بيتم تشفير الداتا، بتبقى انكريبتد. طبعا انا شرحت برضو حته الانكريبشن دي، في اديت عنها مقدمه لما كنت شرحت اللاير البريزنتيشن. anyway دلوقتي البي سي ده بيحدد، او الراوتر هنا بيحدد بقى ايه، ان كل واحد مثلا يكونكت عليا لازم يكون كده ايه، هديله البابليك كي اللي هيشفر بيه. تمام،
يعني افهم البابليك كي دلوقتي ان ده مفتاح تشفير، يعني كان الراوتر بيباصي البابليك كي الى الاي بي سي، يعني البي سي اول ما فيرست كونكشن، اول ما فيرست فيرستلي كونكت على الراوتر، الراوتر بيدي له بابليك كي، كي بي الجهاز بينكربت بيشفر بيها الداتا اللي بتتبعت بقى ايه، يعني المفتاح بيكون موجود هنا وموجود هنا، بالتالي بيتم التبادل تشفير البيانات بين الراوتر والبي سي. بالمناسبة مش ده اللي بيحصل بالظبط، يعني موضوع ان هو يكون المفتاحين موجودين على نفس الناحية ويتم التشفير بيهم مش ده اللي بيحصل بالظبط. يعني بقى ما نخش ان شاء الله في السيشن الاس اس اتش هنفهم القصة كلها ماشية ازاي. هنا ماشي تو سيت لوجن اوثنتيكيشن كي انكريبشن، اوكي تمام، ده اكيد بيتكلم عن اس اس اتش، سيت ان اي بي ادرس اكيد تمام، انيبل او يو اكس الاوكسيلري كونكشن، لا انيبل اس اس اتش كونكشن، ايوه. طيب هنا once you picked up picked your brand new Cisco router out of a box what type of connection will you use to configure it، اكيد الكونسول، اول يعني ما شغل راوتر من البوكس اكيد اول حاجه كونسول، لان انترنت والاس اس اتش مش هيكونوا شغالين عليه باي ديفولت. What's the default port value for most console terminals؟ 9600 speed port. اها طيب في المحاضره النهارده اتكلمنا عن انواع الكونكشنز لاي سيسكو ديفايس، اتكلمنا عن الكونسول، اتكلمنا عن التلنت والاس اس اتش تحت مسمى كده الريموت كونكشنز، اتكلمنا عن الاوكسيلري، اتكلمنا عن المبادئ الاساسيه ل او الخطوات الاساسيه اللي انا اعمل بيها كونكشن كونسول، اتكلمنا برضو عن الخطوات الاساسيه برضو اللي انا محتاجها عشان افعل او انيبل الفي تي واي كونكشن، واتكلمنا حلينا مع بعض في حلينا مع بعض ال challenging test. انا اعتبر خلصت، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.